بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتورة أمال موجودة أحمد منصور أستاذ مادة الاقتصاد. طبعا احنا قبل ما ناخد الأجازة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي حاليا بسبب الفيروس اللي ندى ربنا سبحانه وتعالى إن هو يرفعه، لأنه جند من جنوده هو اللي نزله، هو اللي قدر إنه يرفعه ويفك الغمة اللي احنا فيها دي، نرجع تاني لحياتنا العملية تاني من جديد، والموضوع ده كله إن شاء الله بإذن الله هينتهي، لأن احنا كلنا عشان في ربنا وثقتنا في ربنا كبيرة وحسن الظن بالله. فالمهم المحاضرة الأخرانية اللي أنا اديتها لكم وقفنا فيها، طبعا احنا بدأنا فيها في الإفكت الانترست ريت والنومال انترست ريت، وعرفنا الفرق ما بين الاتنين. طبعا هو ده بيعتمد على ايه؟ الإفكت الانترست ريت قلنا ان هو بيتاخد في البيريود، يعني اللي بنديه رمز اي، وبالتالي فبنقول افكتيف انترست ريت بالنسبه لي معروف ان بيريود او ان يير. وبعدين قلنا النومال انترست ريت بالنسبه لي هو في علاقه وسط ما بين الاثنين، يعني لو بصينا للمعادله بتاعتنا في الجزء ده هنبص اللي انا عندي في اكسبريشن بالنسبه لنا بنطلق على اسم افكتيف انترست ريت بير بيريود، والبيريود دي قلنا ان هي عباره عن مين؟ عن سنه. لو قلنا بالنسبه لي في حاجه تعريف تاني اسمه سب بيريود، السب بيريود اللي هو عباره عن جزء من البيريود ديت، فقلنا بنديله رمز الاي ام، كلمه الاي ام، فقلنا ان العلاقه ما بين الاي اللي هو الافكتيف انترست ريت والاي ام الافكتيف انترست ريت ان سب بيريود عباره عن ايه؟ الاي بتساوي 1 زائد الاي ام كل اس ام ناقص 1. ففي تعريف او اكسبريشن جديد دخل علينا اسمه النومال انترست ريت، ايه علاقته بالافكتيف انترست ريت؟ في علاقه وسيطه بينهم اللي عباره عن افكتيف انترست ريت ان سب بيريود اللي هو عباره عن من ار بتساوي الام في الاي ام. فالار نومينال انترست ريت، الام عباره عن عدد الفترات بتاعتي اللي هي بالنسبه لي جزء من السنه، والاي ام اللي هو عباره عن من الايه؟ الانترست او الفايده في هذا الجزء من السنه. يعني لو قلنا ان انا عندي الانترست ريت في السنه 12% يبقى في الشهر كام؟ 1%. يبقى دي عباره عن 1% دي عباره عن مين؟ اي ام، و12% عباره عن مين؟ عباره عن الاي. يبقى الار عباره عن ايه؟ عباره عن 12 مضروب في كام؟ في ال 1% يديني 12%. طيب لو انا ايه جيت خدنا مثال وقلنا المانثلي كومباوندد، لو انا بركب الفايده شهريا عايز احسب الايه؟ الاي، هقول ايه؟ الاي هتساوي ايه؟ هتساوي 1 زائد الاي ام، الاي ام بكام؟ وقال لي ان انا عندي ان انا المانثلي ريت 1.5 اون ذا، يعني بالنسبه لي مانثلي ات ريت يبقى 1.5، يبقى ده عباره عن مين؟ بدل قال لي في الشهر يبقى دي سب ريت، يبقى الانترست بتاعته هي عباره عن مين؟ على الاي ام، يبقى 1 زائد الاي ام زي المعادله اهي كل اس ام ناقص 1 يطلع لي المقدار عن مين؟ الافكتيف انترست ريت عباره عن كام؟ عباره عن 19.56% تقريبا الجزء ده. بيقول لي العلاقه دهيت او الانترفال بتاعتي ديت مقبوله خلاص ما عدا لو كانت الام ديت بتساوي 1. لو بصيت لقيت ان انا عندي، بص معايا كده، لو انا بصيت لقيت ان انا عندي نومال ريت برير 12 في 15% يطلع 18%، وبعدين الافكتيف انترست ريت كام؟ 19.56%. لو قارنا بالاثنين دايما هنلاقي ان الافكتيف اكتر من مين؟ من نومينال، الا في حاله لما الام تساوي 1، يبقى بس بتشذ هذه القاعده لو كانت الام بتساوي ايه؟ بتساوي 1. يبقى انا عندي هبص لان عندي ايه؟ ان في ايه؟ ما فيش ديفرنس ما بين الاثنين. طيب لو انا خدت الجزء الثاني ده، طبعا الكلام ده كله انا بعيده كانه مراجعه، لان احنا خدنا الكلام ده كله في المحاضره اللي هي الاخيره خالص. قلت لكم التيبل ده مفيد بانه عباره عن مجموعه مسائل مع بعضيها بيديني فيها حالات مختلفه للنومال انترست ريت، وبيديني نمبر اوف كومباوند سب بيريود، وبيطلب مني حساب الافكتيف انترست ريت والابسيوت ديفرنس والريلاتيف ايه ديفرنس. فانا لو جيت بصيت هبص النومال انترست ريت هنا كام؟ ار، بيديني كام؟ 0%، وبعدين 10%، وبعدين 20%، 30%، 40%، يبقى دي عباره عن مين؟ عباره عن الار النومال انترست ريت. طيب عدد الفترات بتاعتي اللي هي السب بيريود اللي هي اقل من السنه ممكن يقول ايه؟ مفيش، وبعدين 10 فترات، يعني معناها السنه متقسمه على 10 فترات، على 20 فتره، 20 فتره إيه الى اخره. فبالتالي العمليه بالنسبه لي هنا ايه؟ عدد الفترات. بيقول لي احسب بقى الافكتيف انترست ريت، لو بصينا تحت الجدول هلاقي فين انا عندي هنا ايه؟ معادله، المعادله دي عباره عن مين؟ بيقول لي الاي بتساوي الواحد زائد الاي ام، قلنا عباره عن مين؟ عباره عن بدل الدال النومينال انترست ريت لازم اشيل ار واحط بدالها قيمه مين؟ قيمه
الار على الام. لو انت رجعت للصفحه اللي قبل كده اللي هي صفحه رقم كام؟ الصفحه رقم 32، هتلاقي ان انا عندي الار بتساوي الام في الاي ام. يبقى انا كل اللي انا هعمله هشيل كلمه الايه؟ الاي ام واحط بدالها ايه؟ ار على ام، حيث الام عدد فترات والتانية عبارة عن مين؟ الفترات الكلية اللي هي الام الايه؟ الصغيرة ناقص واحد. انا هعوض في القانون، هيبقى بالنسبة لي هنا ايه؟ واحد زائد الار هنا بكام؟ طبعا صفر مش هعوض بيه حاجة، لان بالنسبة لي مفيش ايه. التاني حاجة 10 بقى، ال 10 دي عبارة عن مين؟ 10%، يبقى عبارة عن 1 من 10 على عدد الفترات كام؟ 10 فترات. الكل اس كام؟ برضه اس 10 ناقص واحد هيديني ايه؟ القيمه بتاعت ال 10 و46%، وجربها في الكالكوليتر هتلاقي نفس النتيجه طلعت. طيب الابسولوت ديفرنس عباره عن مين؟ اي ناقص الار. انت جبت الار، هتطرح الاي ناقص، هيطلع بالنسبه لي في صفر، وبعدين هيطلع طبعا انا عارفه ان الاي اكبر من الار. خلاص؟ بعد كده ريت ديفرنس عباره عن مين بقى؟ الاي ناقص الار مضروبه في كام؟ مضروبه في الاي تاني، يبقى اللي دي عباره عن ريلاتيف ديفرنس. ده يعني اكسبريشن جديد او مطلوب، بس انا ما بطلبش في الايه؟ في المسائل. اللي بطلبه ساعات لو طلبت الابسولوت ديفرنس ما بين النومينال ومن الايه؟ الافكت. يبقى الجزء ده كان ايه؟ كمراجعه عامه وسريعه اللي احنا خدناه في المحاضره الاخرانيه. نيجي بالنسبه لنا بقى هنا ايه؟ السب بيريود كاش فلو. احنا شغالين بقى ان احنا بيريود بيريود بيريود. طب انا وانا عندي بقى سب بيريود اللي عباره عن الكسر من السنه، وانا هبتدي اعمل لها ايه؟ عباره عن سريان مادي خلال هذه الفترات المتقطعه من السنه. فهناخد مثال اللي هو عباره عن مين؟ المثال ده قلت هو مثال مهم لانه هيتحل بثلاث طرق. اول طريقه اللي عباره عن مين؟ اللي عباره عن الافكتيف انترست ريت ان سب بيريود، اللي هو عباره لو نقرا المثال مع بعض عشان برضو ما نضيعش وقتنا. بنقول ان انا عندي هنا في عمال ليبر كوست فور اسيرتن اوبريشن لعمليات متعدده، الار طبعا الاجور بتاعتهم كام؟ 8000 دولار بير ويك. هذا بيحدث اوكير ات ذا اند اوف اتش ويك، في نهايه كل اسبوع بياخدوا ال 8000 دول اوفر 3 ييرز بيريود. يعني البيريود بتاعتي كام سنه؟ 3 سنين، بس هما بياخدوا كل اسبوع في نهايته 8000 دولار. اف ذا افكتيف ديسكاونت ريت از 15% بير يير، يبقى انا عندي ايه؟ نسبه الاستقطاع من المبالغ دي مقدارها قد ايه؟ عباره عن كام؟ 15% بير يير. ديترماين طبعا انت لما بتيجي الانترست طلبه، يعني احنا بالنسبه لنا لما بنبقى موظفين بيبقى عندنا مرتب، المرتب بتاعي ده بيبقى ايه؟ مستقطع منه ضرائب او اجور متغيره، فبيستقطع جزء، الجزء ده مقداره كام؟ بالنسبه للحاله بتاعتنا دي 15%. determines the equivalent present value of this cost. لما اقول عايز present value يبقى انا عايز ايه؟ يبقى انا عايز احسب البيه. يبقى بقول لك احسب القيمة الحالية لهذه المبالغ الموجودة دي. فأنا لو جيت رسمت الفلوت شارت بتاعي الفول كاش زي ما بيقولوه، فلو جيت قلت بالنسبة للسنين أنا عندي كام فترة؟ عندي ثلاث فترات. هبص لواحد واثنين وثلاثة، الكام ده صفحة 33 عندك. طب والويك؟ طبعا بالنسبة لي همسك الفترة بقى الواحدة هتتقسم لسب بيريود. كام سب بيريود؟ 52 سب بيريود، لأن أنا بقبض كل أسبوع. السنة فيها كام أسبوع؟ فيها 52 أسبوع، يبقى أنا عندي السنة الواحدة هتتقسم 52 أسبوع، الثلاث سنين هتقسم لكام؟ هتقسم ل 156 أسبوع. هنيجي بقى بالنسبة لي أنا بدل بشتغل، هو مديني الفايدة بكام؟ 15%، وعندي أنا بيشتغل إيه؟ بقبض كل أسبوع، يبقى في تعارض. لو كان مديني الفايدة دي كل أسبوع كنت اشتغلت مسألة عادي خالص. كان عباره عن افكتيف انترست ريت ان بيريود وشغلته تحت البي عادي، زي ما بيقول ان انا عايز اعرف البي وعندي الاي، يبقى انا عندي البي بدلاله الاي والاي والفترات واطلع القيم. لكن بيديني ايه؟ الفايده في السنه وبيتعامل معايا بالاسبوع، يبقى انا لازم احول الفايده اللي هي ايه؟ في البيريود لسب بيريود. يبقى انا هجيب الاي ام، هقول الاي ام بيساوي ايه؟ 1 زائد الاي على 1 على ام ناقص الواحد. لان لو رجعت للصفحه رقم 32 هتلاقي ايه؟ او بص تحت الجدول هنا في نفس الصفحه، الاي ام بيساوي كام؟ 1 زائد الاي ام الكل اس ام ناقص 1. عشان اطلع بقى الاي ام نفسها يبقى هيبقى ايه؟ المقدار على كام؟ على 1 على ام. عوضت في القانون طلعت منها الايه؟ الفايده دي. لو انا بصيت في الجدول بتاعي، احنا طبعا شغالين نظام الجداول، هبص لان الفايده الافكتيف انترست ريت ديت مش موجوده في الجدول بتاعي، يبقى انا اعمل ايه؟ هرجع للصفحه، صفحه كام؟ صفحه 23 المعادله 2.5. المعادلة 2.5 ديت فيها علاقة ما بين ازاي احسب البي بدلالة الاي، يعني صفحة 23 لو احنا بصينا لها ان الجزء بتاعي انا ما بعرفش ارجع بالنسبة لي هنا صفحة 23، ارجع لصفحة 23 معايا المعادلة رقم 2.5 هتلاقي فيها ايه؟ البي بتساوي ايه؟ وبعدين افتح القوس 1 زائد اي كله اس ايه ناقص 1 على اي
في القوس 1 زائد اي كولوس ان، وقف القوس يبقى عباره عن مين؟ علاقه ايه؟ ان ازاي احسب البريزنت ايكوفالنت بريزنت فاليو بدلاله مين؟ اليونيفورم سيريس بتاعي اللي عباره عن مين؟ ال 8000. عوض وطلع من هنا ايه؟ القيمه بتاعتي طلع كام؟ 1 مليون و18000 ايه؟ دولار بالنسبه لايه؟ للايه؟ للثلاث سنين المبلغ اللي هياخده ايه؟ العمال ده. فهمنا المثال ده؟ ناخد بالنا منه كداتا عشان انا بعد كده هحل المثال ده بطريقه اخرى، بس بتتحل بطريقه مين؟ ان انا بجيب الافكتيف انترست ريت ان سب بيريود. طيب نيجي بالنسبه لنا هنا، انا قلت في بيريود وفي سب بيريود، لا ده هم الناس اللي هم الاقتصاديين او بتوع الماثيماتيكال دول مش عايزين يريحون، قالوا ده مفيش، بس ده الحياه العمليه بتاعتنا فيها في سب بيريود وفي بيريود وفي سوبر بيريود. ايه يا جماعه اللخبطه اللي بتقولوها دي؟ اه ما هو صح كده، ما هو الناس اللي بتشتغل في المال مش هتشتغل في سنه تقف، ده في مضاعفات السنه، فمضاعفات السنه اذا كنا قلنا الكسر بتاع السنه هيساوي سب بيريود والسنه بيريود، يبقى المضاعفات السنه عباره عن مين؟ سوبر بيريود. فبالنسبه لي انا عندي هنا ايه؟ السوبر بيريود عباره عن ايه بقى؟ يقول لي انا عندي، لو انا عندي ايه دي عباره عن مين؟ عن الـ 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 المبلغ اللي هو المنتظم اللي بيندفع في السنه. الاي اس عباره عن مين؟ المبلغ المنتظم اللي بيندفع كل ايه؟ مضاعفات السنه. يعني مثلا افترض انا بدفع كل سنتين 2000 جنيه، يبقى في السنه بدفع قد ايه؟ يبقى كل سنتين هي اس والسنه هي عباره عن ايه؟ يبقى انا عندي الاي هتساوي الاي اس في الاي باي اف والاي والاي والان بتاعتي العاديه خالص، يعني كانها معادله عاديه، بس انا عندي اكسبشن جديد طلع ان انا عندي ايه؟ ان ما دام مدفع بقول بدفع مبلغ كل سنه منتظم، لا بدفع كل سنتين منتظم، يبقى لكل سنتين ده عباره عن مين؟ الاي اس اللي هو السوبر ايه؟ السوبر بيريود. جاب مثال ان انا عندي هنا ايه؟ مصاريف رئيسيه بالنسبه لايه؟ في اي اوبجكت عندنا 20000 جنيه. بتندفع فين؟ بعد نهايه 5 سنين. افترض يا عم اشترينا عربيه، العربيه ديت ماشيين بيها 5 سنين، بعد 5 سنين المفروض ان نعملها صيانه بقى، فبعد 5 سنين هتدفع لها 20000 جنيه. طيب وبعدين؟ الصيانه لازم تتكرر، كل سنتين هعملها نفس الصيانه ب 20000 جنيه لمده 13 سنه، وبعد كده افكر بقى ان انا ايه؟ يا اما ابيعها اخلص منها بواحده جديده. المهم فالمثال بيقول كده ان انا عندي اوبجكت معين بدفع له بعد ما استعملته 5 سنين صيانه او اي مصاريف اسمها ايه؟ ب 20%، 20000 جنيه، 20000 دولار. فهو الكلام ده ايه؟ كل سنتين بتتكرر نفس ال 20000 دولار لمده 13 سنه. افترض بقى ان في 10% ديسكاونت ريت، اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي عباره عن معدل الايه؟ مش بيسموها الانترست فايده، لا خساره. ديترماينز ايكوفلنت بريزنت فاليو، عايز برضو البريزنت فاليو البي الانيشال. طبعا بالنسبه لي بصيت هنا، لو جيت بصينا انا مش عايز انقل للصفحه الجايه، انا دلوقتي قلت ان انا عندي ايه؟ في اي اس. الاي اس ده عباره عن هنا بالنسبه لي يمثل لي ايه؟ بيمثل لي ال 20000 جنيه، يعني معناها ان انا عندي من اول 5 لغايه 13 هدفع كل سنتين 20000 جنيه. يبقى معناها ان انا عندي اي اس 20000 جنيه. طب ما في مشكله عندي، انا مديني الفايده في السنه. ما تقدرش تقول لي الفايده في السنتين، مش حاجه اسمها فايده سنتين، هي الفايده في السنه بس، يا اما تتقسم على الشهور لكن ما تتضاعفش في الايه؟ في السنتين الاثنين، ما اقولش 20% في سنتين، لا، هي 10% في السنه. يبقى لازم اعمل ازاي بقى؟ لازم اعرف انا بدفع قد ايه في السنه، يبقى لازم اطبق القانون بتاع مين؟ ان انا عندي الاي بتساوي الاي اس في الاي باي، يعني انا بالنسبه لي تعالى اما نشوف الفلو شارت، بس خد بالك بالنسبه لي النقطه بتاعت المساله دي هرجع لها معاكم، بس انتوا ايه تقلبوا الصفحه معايا. ماشي، انقل بالصفحه ونشوف ايه اللي ايه اللي احنا هنعمله. الفلو كاش بتاعي اهو، الكاش فلو بتاعي الموجود ده جايب لي ان انا عندي كام سنه هنا بالنسبه لي. قال ان انا هنا العمليه بالنسبه له السوبر بيريود والبيريود، هنا كام هنا من 1 لغايه 13 سنه ديت عباره عن ايه؟ السنوات. بس من بدايه السنه الخامسه ابتدى الراجل يعمل ازاي؟ كل سنتين بيدفع 20000 جنيه بفايده كام؟ 10%. بيعمل ازاي بقى؟ بيجي بالنسبه لي في الفتره اللي قبل او البعد، مش مشكله عنده، يعني انا ممكن اقول قبل او بعد، اخد سنتين من دول واقول ان انا عايز اجيب احسب مين؟ احسب الايه؟ نرجع للصفحه رقم كام؟ للصفحه رقم 34 اللي انا كنت قلبه من عندها دلوقتي. الصفحه 34 بتقول لي ايه؟ احسب الايه؟ مش الاي اس، دي الاي اس عندي، هحسب منها الاي بتاعتي، لان انا هقول ان انا عندي الاي بتساوي ايه؟ 20000 والاي بدلاله الاف،
في 10% وفي سنتين. اكشف الجدول عند 10% وافق 2 هطلع قيمه الايه؟ المبلغ اللي بدفعه في السنه. طلع كام هنا؟ 9524. ارجع للصفحه 34 وشوف المبلغ 9000 وكام؟ و524. يبقى انا عندي هروح جاي في الكلو كاش بتاعي بتاعه او الكاش فلو بتاعي، هبص اللي انا عندي ان انا من اول السنه الخامسه لغايه السنه ال 13 بدفع كل سنه كام؟ 9524 جنيه. طب انا احل المساله دي مساله عاديه خالص بقى، ان انا عندي ايه؟ لها طريقتين اتنحل. يا اما تفترض ان انت من اول السنه لغايه ال 13 سنه بتدفع 9524 وتحسب منها البي، يبقى هتقول ان عندي ايه؟ البي بتساوي الاي اللي هي عباره عن 9524، وبعدين اجيب البي بداله الاي عند 10% فايده وعند 13 سنه، مطروح منها ايه؟ مطروح منها الخمس سنين اللي انا ما دفعتش فيهم حاجه، لان بعد خمس سنين يبقى هعمل ازاي بقى؟ ناقص برضو هقول ان انا عندي ايه؟ المقدار بتاعي عباره عن مين؟ البي ناقص برضه، واعرف البي بدلاله الاي ناقص مين؟ ناقص اللي هي موجوده هنا في 10%، وعندي كام سنه؟ قلت ان في غلطه هنا في الطباعه، الثلاثة دي خليها خمسه، يبقى انا عندي ايه؟ ناقص البي على الاي في 10 ايه في المية وكام؟ وخمس سنين، يبقى ده ممكن حل. حل ثاني ممكن تشتغل مساله من اول خمسه لغايه ال 13 دي كان عشان تجيب البي بتاعتها هنا، تجيب المقدار بتاعها، وبعدين البي تعتبر بالنسبه لك اف بالنسبه لمين؟ للمقدار اللي هنا، والاثنين يعتبروا ايه؟ نتيجه صح. يبقى انا بالنسبه لي هنا ايه؟ العمليه ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لنا، دي مساله عاديه خالص الحل. بس بالنسبه لي في الحاله دي ايه؟ لما نشتغل في السوبر بيريود، لما تلاقي مساله يقول لك بدفع كل سنتين، كل ثلاث سنين، كل اربع سنين، يبقى اسمها سوبر بيريود. لازم ايه؟ الثلاثه او الاربعه او الاثنين يتقسموا لايه؟ سنه واحده، عشان يبقى لازم اجيب الايه من الاي اس، وبعدين استخدم هذه الايه عشان اجيب منها الايه؟ المطلوب. اذا كان مطلوب اف اجيبه، اذا كان مطلوب بي مفيش اي مشكله بالنسبه لنا. طيب الكونتينوس كومباوندد، في تعريف جديد بقى. يعني احنا قلنا دلوقتي ايه؟ في بيريود وفي سب بيريود وفي ايه؟ سوبر بيريود. دي عباره عن مين؟ بالنسبه لايه؟ للحاله بتاعه تقسيم الفترات. لكن في حاجه اسمها نظام الدفع، في نظام دفع كونتينوس لي، يعني انا بستمر ادفع 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 وهو ايه؟ يحسب براحته. يعني بدفع المبلغ وانت بقى ايه؟ المبالغ اللي بدفعها لك كل ما يفرق معايا ادهولك كانها حصاله، وانت بقى احسب براحتك. فلو جه في مساله وقال ان انا عندي كونتينوس كومباوند كونفنشن، معناه ان انا عندي يعني بالنسبه لي التركيز او الدفع فلوس، بدفع لك فلوس وانت قسمت زي ما انت عايز، يبقى ايه الحل بالنسبه لي؟ هيطلع في حاجه اسمها الافكتيف انترست ريت، المعادله رقم كام؟ 22. دي عباره عن ايه؟ عباره عن اي افكتيف انترست ريت بتساوي اي اس ار، الار طبعا نومينال ريت ناقص 1. يبقى لو لقيت في المساله تعبير كونتينوسلي كومباوندد، يبقى لازم تطبق الايه؟ ما تقولش بقى الافكتيف ريت بتساوي 1 زائد الاي ام كله سي ناقص ايه؟ لا، بيتعامل هنا بالنسبه لي ايه؟ الاي اس ار ناقص الايه؟ ناقص الواحد. يبقى انا بالنسبه لي لو انا ناخد مثال عملي او مثال نظري عشان نشوف ايه الحل بتاع الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتورة أمال موجودة أحمد منصور، أستاذ مادة الاقتصاد. طبعا احنا قبل ما ناخد الأجازة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي حاليا بسبب الفيروس اللي ندى ربنا سبحانه وتعالى إن هو يرفعه، لأنه جند من جنوده هو اللي نزله، هو اللي قدر إنه يرفعه ويفك الغمة اللي احنا فيها دي، نرجع تاني لحياتنا العملية تاني من جديد، والموضوع ده كله إن شاء الله بإذن الله هينتهي، لأن احنا كلنا عشان في ربنا وثقتنا في ربنا كبيرة وأحسن الظن بالله. فالمهم المحاضرة الأخرانية اللي أنا اديتها لكم وقفنا فيها، طبعا احنا بدأنا فيها في الإفكتيف انترست ريت والنومينال انترست ريت، وعرفنا الفرق ما بين الاتنين. طبعا هو ده بيعتمد على إيه؟ الإفكتيف انترست ريت قلنا إن هو بيتاخد في البيريود، يعني اللي بنديه رمز أي، وبالتالي فبنقول إفكتيف انترست ريت بالنسبة لي معروف ان بيريود او ان يير. وبعدين قلنا النومينال انترست ريت بالنسبة لي هو في علاقة وسط ما بين الاثنين، يعني لو بصينا للمعادلة بتاعتنا
في تعبير بيقف قدامنا لما برضه باللعب بالايه بالالفاظ عشان يعرف ان انت خدت استوعبت كل الاكسبريشنز بتاع الاقتصاديين. لو جيت قلت ان انا عندي ايه the rate corresponding كلمة ايه الريت كومباوندد يعني ايه كلمة ايه corresponding yield يعني. تعال نقول مثال عشان يبقى فاهمين اكتر. A certain bank advertisement that is will pay interest on 10,000 certificate of deposit at a rate of 7.2% with interest compounded continuously the corresponding yield is. يبقى اقول لك مش the corresponding yield هو يعني او determine the yield. يلد ايه انترست. لو قلت ان يلد انترست مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها الافكتيف انترست. لو قلت لك الريت انترست يبقى مقصود بيها ايه؟ النومينال انترست. يبقى لو قلت لك ديترماين ذا يلد انترست يبقى انت هتحسب الافكتيف انترست. لو قلت لك احسب الريت انترست يبقى انت عايز تحسب ايه؟ النومينال انترست. يبقى انا لو هنا بالنسبه لي ايه؟ لو قال ذا كلمة يلد يبقى مقصود بيها افكتيف، لو قلت ريت يبقى مقصود بيها ايه النومينال، يبقى ده اكسبريشن لازم تعرفه لو انا طلبته فين في المسألة، يبقى ده النوتس بتاعت ايه؟ هذا النوع من المسائل. طيب هنا بالنسبة لنا بقى كونتينوس كومباوندد اند كونتينوس كاش فلو. يبقى هو باستمرار بيتركب وباستمرار بيبقى فيه ايه تدفق فلوس. دوكا كان كونتينوس ايه كومباوندد بس. ما كانش كونتينوس ايه كاش فلو، لا هنا continuous compounded بيركب باستمرار بس ما فيش ايه كاش فلو مستمر. لا هنا بالنسبه لي ايه في كاش فلو مستمر. ايه بقى اللي فيه موجود بالنسبه لي؟ تعالى ما نشوف الجزء اللي بعد كده. الحكايه ان انا مثلا لو انا عندي مشروع راس مال المشروع ده سي 2 مليون. المشروع ده مثلا عاش 10 سنين. ال 2 مليون هيتوزعوا على 10 سنين. فال 2 مليون هو عباره عن ايه بار؟ يعني في بتاع اكسبريشن جديد طلع اسمه ايه بار. الايه بار عباره عن مين؟ عباره عن المبلغ الكلي اللي بينصرف على هذا الاوبجيكتيف. خلاص كده؟ والايه عباره عن مين؟ المبلغ اللي بينصرف على ايه؟ زي ما احنا عارفين يعني منتظم مبلغ منتظم. لكن الاي بار عباره عن التوتال ايه اكونت اوف ايه ذيس ماني. ناخد مثال عشان نوضح الكلام احنا بنقوله. بس خد في دماغك ان انا عندي معادلتين مهمين 2.24 و2.25. الاولانيه ان انا بعرف المبلغ اللي بدفعه بانتظام على مدار السنه كلها بالنسبه لي اهو. يبقى انا الاي بار اللي هو المبلغ الكلي على الام عدد فترات بالنسبه لي هنا واحد زائد الـ IM. بعدين بقول فترة يبقى أنا دخلت في إيه فترة أقل من السنة يبقى IM sub إيه sub period على الكل أس M اللي عبارة عن عدد فترات في الزمن كله ناقص واحد على IM. طيب لو أنا عندي الـ M دي قالت إلى ما لا نهاية يبقى المعادلة دي هتبقى عبارة عن مين؟ الـ A A واحد اللي هي continuous بقى ما أنا مش ما فيش M يبقى بالنسبة لي هنا إيه؟ A bar في E R ناقص واحد على R. أو لو أنا عايز أجيب الـ A الـ A bar يبقى العكس بالنسبة لي هيبقى الـ A مقدار بالنسبة لنا هنا. ناخد مثال زي ده. It is accepted that a total of $12,000 will be spent out of the firm's PT cash. يعني ايه؟ في مصاريف نصرية بتندفع من غير تحديد بقى قد ايه؟ بدفع كل سنة 12,000 جنيه مصاريف نصرية. Over the course of year خلال السنة actual expenditure occur daily and are approximately the same from day to day. The continuous cash flow عملنا بقى صفحة 38 بالنسبة لنا ده كونتينوس كاش فلو assumption would appear to be يعني دلوقتي انا عندي هنا ايه؟ عايز بقى المبلغ اللي هو بيناظر يعني دلوقتي انا 12,000 دول المبلغ ده لو هو هيبقى ايه منتظم في فترة معينة هيبقى قد ايه؟ بنبص الصفحة اللي بعد كده. الفايدة ادالي 20% في السنة. عايز equivalent value at the end of the year. يبقى أنا عايز الـ equivalent value المبلغ المناظر لهذا المبلغ بتاع مين بس بفايدة كام؟ 20%. يبقى أنا بقى إيه؟ أنا بقول يا جماعة أنا بصرف خلال السنة يوم بعد يوم المبلغ ده 12,000. طب المبلغ اللي هو المكافئ لهذا المبلغ بالفايدة 20% هيناظر قد إيه؟ لو في فايدة 12 20% هيبقى قد إيه؟ يبقى 12
في كام بقى؟ بالقانون بتاعي اللي هو عباره عن مين؟ ايه اللي هي ايه بي تعتبر ايه بار؟ ايه بار لو نعوض في القانون بتاعنا العادي اللي هو ايه بار؟ الصفحه كام؟ الصفحه 39. يبقى نرجع صفحه 38 هيبقى عباره عن مين؟ ايه بار وبعدين اي ار ناقص واحد على ايه؟ على ار. طب هنا بالنسبه لي هنا ايه؟ انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الاي بار مش عايز اجيب الايه؟ يعني المعروف عندي. يبقى دلوقتي احول ايه؟ ايه بتساوي ايه بار في واحد على مين؟ على لين واحد زائد اي القانون بتاعي. الاي بتاعتي كام؟ 20% على لين واحد زائد اي اللي هي المقدار اللي انا ايه؟ عوضت فيه. يبقى جبت من هنا منين؟ المبلغ المكافئ لهذا المبلغ المدفوع خلال ايه؟ خلال هذه الفتره من الزمن. يبقى ده عباره عن مين؟ عباره عن المطلوب بالنسبه لي لو كان كونتينوس كومباوند. ما تطلبش بس غير ايه؟ الاي بداله الاي بار. وبعدين عايز اقول لك حاجه ثانيه. لو اشتغلنا على هذا الـ لو كونتينوس كومباوند كونتينوس كاش فلو يبقى احنا بالنسبه لنا بندخل في ايه؟ في الجداول لما نيجي نحسب القيمه بتاعتنا. طبعا دي بالنسبه لي ايه؟ ده عباره عن سنجل بيمنت. لو انا خدنا العلاقه بتاعتي اللي هي عباره عن الجزء بتاعي صفحة 40، لو أنا عندي المبلغ ده الموجود على فترات يعني بقى منتظم على فترات متعددة، يبقى أنا بعمل إزاي؟ باجي في الجدول بحسب. قلت لكم أنا عندي إيه؟ عمودين اتنين، واحد فاتح وواحد غامق. لو اشتغلنا على الكونتينوس كومباوندد بالنسبة لنا وأصبح أنا عايز يبقى في مبلغ توتال وعايز المكافئ بتاعه زي إيه بار كده أو إف بار أو بي بار، يبقى أنا بالنسبة لي بكسب في إيه؟ في العمود الغامق. العمود الغامق مش العمود الفاتح. لو انا عايز اجيب بي على ايه او بي على اف يبقى انا بكسب في ايه؟ في العمود الغامق بتاع الجداول. وقلت الكلام ده انا لما قلت لي الغامق ده بتاع ايه؟ لان كان مقرر بي على ايه واف على ايه او اف على بي. فقلت لي الدكتوره الغامق ده بتاع ايه اللي متكرر مرتين اتنين؟ قلت لكم الغامق ده سيبوه لما نيجي في النومال انترست ريت والافكتيف انترست ريت هنستخدمه. يبقى لو قلنا كونتينوس كلمه كونتينوس دي يبقى تدور فين؟ اما تيجي تكشف فين؟ في العمود الغامق مش في العمود الايه؟ الفاتح. طيب ناخد بقى بالنسبه لنا اكزامبل بالنسبه اللي فات ده، احنا طلعنا الاي بدلاله الاي بار. طب لو انا عندي بالنسبه لي اف بار، نقرا المثال بتاع ده. ذا ميز اوفرول از اكسبتد تو كوست 40,000 ان ذا 30 مانثز اوف اونرشيب اف ذا ديسكاونت ريت از 2% بير مانث and assuming that this cost occurs continuously and uniformly during the third month determines equivalent present value. يبقى هو عايز هنا ايه؟ determines equivalent. يبقى انا بالنسبه لي هنا ايه؟ مديني مبلغ بيندفع ايه؟ يعني هو متوقع هيدفع المبلغ ده 40,000 جنيه بعد 30 شهر. يبقى انا مديني ايه؟ اف بعد 30 شهر. يبقى انا عايز اعرف بيه بدايه مين؟ بدايه المبلغ التوتال ده ما هينصرف خلال 30 شهر. يبقى ده عباره عن مبلغ توتال، يبقى بي باي اف وبعدين عندي 2% فايده و30 ايه؟ و30 ايه؟ شهر. يبقى بالنسبه لي هنا ايه؟ يبقى انا اجي على العمود الغامق مش العمود الفاتح، بي على اف بار واطلع القيمه بتاعتي هتطلع 5 5 7 6 المبلغ ده طالع من الجداول. وال 40,000 عباره عن مين؟ عباره عن الاف بار، لان انا بقول لك هو متوقع ان يصرف في 30 شهر 40,000 جنيه، يبقى ده المبلغ اللي هيتصرف على مطار 30 ايه؟ شهر. يبقى ده عباره عن مين؟ كونتينوس كومباوندد وكونتينوس كاش فلو. خلاص. طيب لو كان بقى ايه عايز حاجه ثانيه، عايز يوزنج كونتينوس يونيفورم سيريس بريزنت وورث، فاللي هو بقى عنده الايه بار، يبقى انا اهو مبلغ برضه منتفع بانتظام على مدار فترات منتظمه وعايز اعرف الايه الايكوفالنت ايه بريزنت فاليو بتاعه. ريبيت الاكزامبل بقى ايه؟ الاكزامبل 217 اللي يكون مهم جدا، اللي هو عباره عن عمال بياخدوا كل اسبوع 8000 دولار لمده 3 سنين، عايز يحسب المبلغ البريزنت بتاعهم اللي ايه في 3 سنين ده قد ايه. لما قلت لكم عن طريق الاي ام حسبنا الاي ام وبعدين حسبنا القيمه عن طريق المعادله 2 ايه 2 5 اللي كانت في صفحه 23. هنحل نفس المثال بس بطريقه مين؟ الكونتينوس يونيفورم سيرفيس. هنعمل ازاي بقى؟ هيقول لي انا عندي ايه المبلغ بتاع ال 8000 ده بيندفع فين؟ كل اسبوع. في السنه قد ايه؟ سنه 52 اسبوع، يبقى 52 في 8000 يديني ايه مقدار الايه اللي هتندفع لمده 3 سنين، يعني كل سنه هدفع 52 في 8000. يبقى دي ايه؟ يبقى انا عايز اعرف البي في ايه؟ بالنسبه لايه؟ وبرده كلمه الاي بار، يبقى انا هكسب في العمود الغامق بي على اي بار 15% فايده وثلاث سنين اطلع القيمه بتاعتي. هبص الاقي بص المنظر للمنظر بتاعي ده هتلاقي المبلغ طلع كام؟ كان مليون و18,000، هنا بالنسبه لي هيطلع مليون و19,200.
القيمه دي اكبر بكتير منين؟ من دفعه او اللي احنا حسبناها عن طريق مين؟ لما حسبنا الافكتيف انترست ريت ان سب ايه بيريود. برضه خدوا بالكم من المثال ده لانه هيتعاد بطريقه ايه؟ ثالثه. طيب في حاجه ثالثه، في نظام ثالث بالنسبه لعمليه الحسابات بتاعتي، الميد بيريود كونفنشنز، اللي عباره عن مين بقى؟ ان بنركز المدفوعات بتاعتنا في نص المده، وبعدين اقول ايه بالنسبه لي اطلع منها الحاجه اللي كنت عايزها بريزنت فيوتشر، المهم بقول ايه في النص، ما هو مش هيتغير بقى، بدل جيت في النص يبقى انا عارف اللي بعده هيبقى زي اللي قبله، فهو بيعمل ايه؟ تركيز للمصاريف في منتصف الايه؟ الفتره بتاعتي. لما يعمل الكلام ده بالنسبه له هيبقى بالنسبه لنا هنا ايه؟ بيقول ان انا بفترض ان انا عندي ايه؟ طبعا الافكتيف انترست عادي اللي هو بالنسبه لي هنا ايه؟ القيمه بتاعتي. الايكوفنت كاش فلو ات اند اوف بيريود، بس بنظام مين؟ الميد بيريود كونفنشن، اللي هي تركيز المصروفات في منتصف الايه؟ المده، على اعتقاد ان انا عندي ما فيش اي مشاكل هتحدث، فالمده بدل ما مشت لغايه نصها يبقى اللي بعدها زي النص، كاني باخد ايه؟ فتره، الفتره دي بحسب فيها بقول ان انا اللي قبله زي اللي بعده، عشان يبقى في ايه؟ بالنسبه لي في انتظام او ايه؟ في يعني توقع بان اللي فات هيبقى زي، مش هيبقى بقى في تغيير، هو نفس البتاع، يبقى بدل ما امشي لغايه اخر المده يبقى انا اختصر في النص هيحصل اللي جاي بقى انا ايه توقعته. فبقول هنا ايه؟ الايكوفلنت كاش فلو هنا ات اند بيريود جي، طبعا بالنسبه له افترض هنا بالنسبه لي ايه؟ ان انا عندي الكاش فلو ات اند اوف سب بيريود كي ان بيريود جي. يعني مثلا لما اقول ان انا عندي هنا ايه؟ عندي ثلاث سنين، السنه الاولانيه السب بيريود بتاعها عباره عن مين؟ الفتره الاولانيه من السنه الاولانيه، وبعدين الفترة الثانية من السنة الأولانية، الفترة الثالثة من السنة الأولانية، يبقى ده اللي إيه ماشي بيه، يبقى الكيب واحد واثنين وثلاثة، والجي عبارة عن مين البيريود بتاعتي؟ السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، فبقول هنا الإيكوفلنت كاش فلو أت إند أوف بيريود جي عبارة عن مين بقى؟ سمشن الأي جي كي خلاص؟ مضروبة فين؟ في أي، في واحد زائد الأي، الجزء التربيعي واحد إيه؟ زائد أي. طب الكلام ده احنا مش فاهمينه، نفهمه في ايه؟ في مثال عملي بالنسبه لنا، بس المعادله 228 مطلوب سيادتك تعرفها وتحفظها، لانها هتبقى مطلوب في انك ايه؟ تطبق المعادله بسيطه جدا، وهنشوف ايه في المثال الجاي هنحل المساله دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتوره امال موجوده احمد منصور، استاذ ماده الاقتصاد. طبعا احنا قبل ما ناخد الاجازه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي حاليا بسبب الفيروس اللي ندى ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرفعه، لانه جند من جنوده هو اللي نزله، هو اللي قدر انه يرفعه ويفك الغمه اللي احنا فيها دي، نرجع تاني لحياتنا العمليه تاني من جديد، والموضوع ده كله ان شاء الله باذن الله هينتهي، لان احنا كلنا عشان في ربنا وثقتنا في ربنا كبيره واحسن الظن بالله. فالمهم المحاضرة الأخرانية اللي أنا اديتها لكم وقفنا فيها، طبعا احنا بدأنا فيها في الإفكتيف انترست ريت والنومينال انترست ريت، وعرفنا الفرق ما بين الاتنين. طبعا هو ده بيعتمد على ايه؟ الإفكتيف انترست ريت قلنا ان هو بيتاخد في البيريود، يعني اللي بنديه رمز اي، وبالتالي فبنقول إفكتيف انترست ريت بالنسبة لي معروف ان بيريود او ان يير. وبعدين قلنا النومينال انترست ريت بالنسبة لي هو في علاقة وسط ما بين الاثنين، يعني لو بصينا للمعادله بتاعتنا في تعبير بيقف قدامنا لما برضه باللعب بالايه؟ بالالفاظ، عشان يعرف ان انت خدت استوعبت كل الاكسبريشنز بتاع الاقتصاديين. لو جيت قلت ان انا عندي ايه؟ ذا ريت كورسبوندنج ذا كلمة ايه؟ الريت كومباوندد. يعني ايه؟ كلمة ايه؟ كورسبوندنج ييلد. يعني تعالى نقول مثال عشان نبقى فاهمين أكتر. A certain bank advertisement that is will pay interest on 10,000 certificate of deposit at a rate of 7.2% with interest compounded continuously the corresponding yield is. يبقى أقول لك مش ذا كورسبوندنج ييلد، يعني او ديترماين ذا ييلد. ييلد ايه؟ انترست. لو قلت ان ييلد انترست مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها الافكتيف انترست. لو قلت لك الريت انترست يبقى مقصود بيها ايه؟ النومينال انترست. يبقى لو قلت لك ديترماين ذا ييلد انترست يبقى انت هتحسب الافكتيف انترست. لو قلت لك احسب الريت انترست يبقى انت عايز تحسب ايه؟ النومينال انترست. يبقى انا لو هنا بالنسبه لي ايه؟ لو قال ذا كلمة ييلد يبقى مقصود بيها افكتيف، لو قلت ريت يبقى مقصود بيها ايه؟ النومينال. يبقى ده اكسبريشن لازم تعرفه لو انا طلبته فين؟ في المسألة. يبقى ده النوتس بتاعي بتاعت ايه؟ هذا النوع من المسائل. طيب
هنا بالنسبه لنا بقى continuous compounded and continuous cash flow، يبقى هو باستمرار بيتركب وباستمرار بيبقى فيه ايه تدفق فلوس. دوكا كان continuous ايه compounded بس، ما كانش continuous ايه cash flow، لا هنا continuous compounded بيركب باستمرار بس ما فيش ايه cash flow مستمر، لا هنا بالنسبه لي ايه في cash flow مستمر. ايه بقى اللي فيه موجود بالنسبه لي؟ تعالى اما نشوف الايه الجزء اللي بعد كده. الحكايه ان انا مثلا لو انا عندي مشروع راس مال المشروع ده سي 2 مليون، المشروع ده مثلا عاش 10 سنين، ال 2 مليون هيتوزعوا على 10 سنين، فال 2 مليون هو عباره عن ايه بار، يعني في بتاع اكسبريشن جديد طلع اسمه ايه بار. الايه بار عباره عن مين؟ عباره عن المبلغ الكلي اللي بينصرف على هذا الاوبجيكتيف، خلاص كده. والايه عباره عن مين؟ المبلغ اللي بينصرف على ايه زي ما احنا عارفين يعني منتظم، مبلغ منتظم. لكن الايه بار عباره عن التوتال ايه اكونت اوف ايه ذيس ماني. ناخد مثال عشان نوضح الكلام احنا بنقوله، بس خد في دماغك ان انا عندي معادلتين مهمين 2.24 و2.25. الاولانيه ان انا بعرف المبلغ اللي بدفعه بانتظام على مدار السنه كلها بالنسبه لي اهو، يبقى انا بالنسبه لي الاي بار اللي هو المبلغ الكلي على الام عدد فترات، بالنسبه لي هنا 1 زائد الاي ام، بدل ما بقول فتره يبقى انا دخلت في ايه فتره اقل من السنه، يبقى اي ام سب ايه سب بيريود على الكل اس ام اللي عباره عن عدد فترات في الزمن كله ناقص 1 على اي ام. طيب لو انا عندي الام دي قالت الى ما لا نهايه، يبقى المعادله دي هتبقى عباره عن مين؟ الاي اي 1 اللي هي كونتينوس بقى، ما انا مش ما فيش ام، يبقى بالنسبه لي هنا ايه؟ اي بار في اي ار ناقص 1 على ار، او لو انا عايز اجيب الايه الاي بار يبقى العكس بالنسبه لي هيبقى الايه مقدار بالنسبه لنا هنا. ناخد مثال زي ده، ات از اكسبت ذات ا توتال اوف 12000 دولار ويل بي سبنت اوت اوف ذا فريمز بي تي كاش، يعني ايه في مصاريف نثريه بتندفع